ده واجبنا مع الناس الحلوة. اهلا بكم، هذا اللقاء الاهم في الناس الحلوه. النهارده يوم مهم جدا، واهميه اليوم تاتي من مواضيع انا شايف ان الثقافه المصريه فيها لسه محتاجه تتقدم جدا. ليه بقى؟ لما نقول ان احنا النهارده هنتكلم على انيميا نقص الحديد او الانيميا عموما وخصوصا انيميا نقص الحديد، نقف قدامها قدام ثقافه المصريين شويه في الحته دي. احنا بنستصغر الموضوع ده او باللغه البسيطه ما بنديلوش بال كبير لغايه لما نلاقي نفسنا كتير متاثرين بيه. في ناس كتير عندها انيميا نقص حديد ومش دريانه، مش دريانه. ولو انتوا بصيتوا للاجهاد اللي الناس بتتعامل بيه، موظفين كتير جدا تدخل مكاتبهم تحس ان الموظف مجهد وقاعد على مكتبه. ستات كتير في بيوتهم تلاقيهم بيشتكوا يقول لك انا مجهد. السوشيال ميديا لما تيجي تفتح تلاقي ناس كتير بتشتكي من الإجهاد والتعب ومش عارف ايه، والقصة قد تكون أنيميا نقص حديد. الأنيميا أنا في رأيي في الثقافة المصرية لغاية دلوقتي مش مقدرة، مش واخدة احترامها. كمان على المستوى الطب أنا في رأيي برضو مش واخدة احترامها، مش واخدة احترامها في التشخيص، في العلاج، في المتابعة عليه. ثلاث حاجات دول، ما هو تلاقي في ناس كتير تفقد القدره على انها تشخص، ما تاخدش بالها، عين داخل بيشتكي من حاجات من ضمنها الفتيج، تعبان، شويه كرش نفس، مش عارف ايه، ما خطرش في بالك ان انت تعمل فحص عشان تكتشف اذا كان عنده انيميا ولا لا. اكتشفت انت تمام 100 فل والعين قال لك، كتبت علاج، العين ما مشيش عليه وانت ما تابعتش، او العيان بالذات ما تابعش ان هو يمشي على العلاج، خده شويه وخلاص، انا هجدد العلاج اللي دي شويه انيمي، هاكل حته كبده وخلاص والامور تمشي. الكلام ده في منتهى الاهميه. كلمه البحث عن السبب كمان غايبه في عقولنا. فالنهارده هنتعلم كل الحاجات دي. النهارده حوار طبعا هو الاهم مع استاذنا واستاذ الاساتذه والاسطوره الحيه للعلوم الطبيه اللي بنتعلم منه الكثير وبنستمتع بهذا الحوار اشد استمتاع، واكيد هتستفيدوا على مستوى طلبة الطب، دكاترة الطب، الشباب، كبار، أيضا المشاهدين، مع الأسطورة الحية للعلوم الطبية أستاذنا الأستاذ الدكتور حسام موافي. باطنة يعني غير جزء تخيلي. أستاذي قد تعيق قائم على دراسة الطب وعنك أهم أعضاء الجسم. لطلبة الطب عشان يبقوا فاهمين ما هو التخصص وما هو تخصص داخل التخصص. أستاذي كان واخد دكتوراه أمراض بطن وهو رقم واحد في القلب في مصر، بس اشتغل قلب بعد ما بقى باطني محنك. باطني يعني بطن، باطنة يعني غير ظاهرة. ما هو الكبد؟ ما هو وظيفة الكبد؟ الكبد من أهم الأعضاء اللي في الجسم لأن وظيفه كتير جدا. تعالى المريض عنده تليف كبد، اقول له ممنوع تصوم، وربنا حط الحفاظ على النفس قبل الحفاظ على الدين. باول تيست من وظائف الكبد هي قياس السكر. الكبد فشل في انه يحول السكر لجلايكوجين، لكن الراجل ده ما عندوش سكر وعنده بنكرياس سليم فرح حربه. في ناس فاكره ان وظيفه المعده في الناس الكبار هي الهضم، طب اللي شال معدته يبقى زيه زي بتاع الكبد. اللي عنده نشاط في الغده الدرقيه، اي مرض تطص بسرعه وتحرق بسرعه تعمل نفس المنظر. لازم بقى الحته الجايه نقول سبحان الله، الكبد هو مصنع الكوليسترول. طب مين اللي بيخرجه من جسمه ليه الموت؟ الكبد. الاستاذ الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، كلية طب القصر العيني، جامعة القاهرة.
عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، مؤسس الوحدة الثالثة لطب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى. له 180 بحث منشور في المجلات العلمية المحلية والعالمية. رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي، قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة، تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015-2016 كلية طب جامعة القاهرة. طبعا اسمحوا لي ان ارحب بهذه الحلقه باستاذنا واستاذ الاساتذه يعني القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور حسام موافي. منورنا يا فندم، وعايز اشرف كبير. هذا يوم عيد. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. عايز ابدا يوم عيد ليا، ده شرف ليا. قبل ما ابدا نبدا بالانيميا، هل فعلا ثقافه الناس وثقافه المتابعه كمان بعد التشخيص الانيميا فيها نقصان؟ بص يا ايمن، الرقم اللي هقوله ده مفزع، رقم مفزع. ما تعرف 30% من الشعب مصاب بأنيميا. وبعدين عشان ما نظلمش نفسنا نقول الفقر والجهل، لا، ده 30% من العالم، يعني مرض خطير جدا. وبعدين يعني ما اقول لك ان نص الناس ما عندهاش اعراض عايش، والنص التاني اعراضه مش to the point، ما تقولكش ده أنيميا. ايه، واحد بيطلع السلم ينهج، واحد قلبه بيدق عليه، كله هيروح لدكتور يقول له لا روح يا راجل انت زي الفل وحالتك النفسيه وحشه. الانيميا موضوع مهم جدا 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 جدا، من اخطر الموضوع، زي الضغط، زي السكر. الناس بتهتم بالاثنين دول وما بيهتموش بالانيميا خالص. لا، خد لك قرص الحديد ما يعرفش ان هو بيرمي فلوسه في الارض. فالانيميا لازم الناس تفهمه كويس قوي، دكاتره تفهمه كويس جدا، الطلبه لازم يتخرج عارف كيف يعامل عيان انيميا. عايز ابدا الاول، طب نبدا بانيميا نقص الحديد ولا نبدا بالاعراض العامه للانيميا؟ هو الانيميا عموما زي ما احنا قلنا قبل كده ان التعريف تعريف يخالف جميع الاعراف الطبيه اللي احنا قلناها. دايما الرقم الانيميا فيها شرقه، يقول لك تحت المتوقع. المتوقع ده انت حافظه كويس، عند الولاده كام، وعند البلوغ كام، وعند الكبر كام، والست كام، والراجل كام. دي ارقام على طراطيف صوابعك، فما فيهاش اي، وبعدين ما حدش يغلط لان الرقم هنا غير هنا غير هنا. فلازم الاول الناس تعرف تعريفها. طيب واعراضها قلنا اي كلام 50% من نشر. ولكن اعراض الانيميا ما تعتمدش على الهيموجلوبين بتاتا، تعتمد على سرعه نزوله. واحدة ست ولدت، قومي يا ستي عشان ما يجيلكيش جلطة في الرئة من السرير، مش قادرة يا دكتور. يا حاجة قومي، الله يخرب عقلك، سيبني يا دكتور. يا طب يا ست الحكيمة اعملي لها هيموجلوبين عشان نثبت لها انها ست بتتدلع. تيجي الست الحكيمة، يا دكتور دي بتتدلع، ده الهيموجلوبين 11 جرام يا دكتور، ده انا 10 وماشية. الاتنين غلطانين. أيوه. جدا. ال 11 دي كانت 15 بس نزلت بسرعه، نزلت بسرعه. فسرعه نزول الهيموجلوبين هو اللي يدي اعراضه ولا لا. الفلاح المصري ماشي زي الفل اللي دايما نقولها، وهيموجلوبيني 7 جرام. ليه؟ نزل من 15 7 على مدى 3 سنين. انكلستوما، الانكلستوما. فمش داري خالص. اذا اعراض الانيميا نقول للطلبه depends upon how quickly the hemoglobin is reduced، نزل بسرعه قد ايه. انما الاعراض كلام فاضي، 50% ما عندهمش اعراض. طب وال 50 التانيين؟ اي كلام، بنهج اما اطلع سلم، تعبان. لكن في عرضين مهمين جدا الناس تعتقد الانيميا تعمل ذبحه صدريه. يس، ولكن مش في اي واحد. يعني مريض اتفضح هو عنده ضيق شريان، اي الانيميا لوحدها ما تعملش. يعني لو جبت واحد انيميا صغنن عنده جديد،
انما عند سن 40 والشريان ابتدى يضيق شويه من غير انيميا كان ماشي. كذلك رجليه اللي هي تقلص الرجلين اللي هي كلوديكيشن، الاثنين دول الانيميا تفضحهم انما مش تجيبهم. دايما اشبه للناس حته التناقص بتاع الهيموجلوبين زي واحد بيفتقر بالتدريج، او بمعنى صح موظف بتتدهور احواله بالتدريج، بتتدهور احواله بالتدريج، يتفضح في الاخر هيتفضح بس مش هيحس بالالم. يعني هيتعايش مع الامور. هو كان بياخد غير رجل اعمال فجاه يتشاخد منه فلوسه، صح فجأة يفلس، صح فجأة صح يصحى من النوم على 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 السجن على الحديد او على الحديد. هو الانيميا بقى كده. الكشف برضه ما هوش في حاجات كتير يعني. يعني بيل، في ناس لونها كده نبضه سريع، في ناس بتعتبر ده حاجه طبيعيه. عنده لغط على القلب، على الصمام المترالي والصمام الرئوي، في ناس ما بتسمعهاش. فالانيميا مظلومه، مرض مظلوم جدا. وساعات بقى الدكتور يتلخم بحاجه تانية، يتلخم مثلا واحد عنده ورم خلاص لخمه، واحد عنده شريان تاجي ينسى خالص ان هيموجلوبينه 7 جرام. فده مهم جدا جدا الناس تحطها في حجمها الحقيقي. الانيميا اللي هنتكلم عنها النهارده انيميا نقص الحديد، ودي اهم انيميا اللي هي اعلى نسبه انيميا في الانيميات كلها يعني. يعني لو قلنا التكسير اقل بكتير، نخاع العظم اللي بايظ اقل بكتير جدا، البي 12 اقل بكتير جدا، انيميا نقص الحديد هي رقم واحد في العالم مش في مصر، عشان الناس ما تظلمش مصر. دايما الانيميا بتمشي كده، اسباب اعراض ثم انفستيجيشن. هنشوف بس الحديد ايه حكايه الحديد دي. والله والله اللي يسمعني وما يقول سبحان الله يبقى فعلا عايز الضرب. الحديد ده اعجوبه في في معامله الجسم له. احنا بناخد حديد من كذا نوع، عندنا نوعين حديد كبار جدا يعني ما لهمش علاقه ببعض خالص. الحديد الاولاني معظمه مش مؤكسد، فرك. فالحمد لله ربنا عامل لنا حموضه في المعده يتحول لفرس، الفرس يمتص. ومع ذلك لما اخد 100 جرام اخد 10 جرام منهم وامتصهم، باخد 10% من اللي اخدته. طبعا دي كارثه. يعني ما ناخد السيريالز اللي هم بناكلها ومش عارف الكلام ده كله، باخد 10% منه. 10% ده رقم زهيد جدا يا ايمن، جدا. يعني لو انا عندي نقص حديد ما يعمليش حاجه خالص. ده النوع الاول من الحديد اللي هو فرك يتحول لفرس، ثم نحاول نمتصه مش عارفين. طب مش عارفين ليه؟ يبدو والله اعلم، والله اعلم ان الحديد خطر. مش بس كده، الجسم الانسان ما فيهوش ميكانيزم يطرد الحديد. عشان كده يبقى الحكم من الامعاء. سبحان الله سبحان الله، ما عندناش ميكانيزم في الجسم يطرد الحديد. تقول لي طب قارنه باي حاجه، الصوديوم عندي ميكانيزم اطرده بيه، بوتاسيوم عندي، كالسيوم عندي، فوسفيت عندي، الحديد لا مفيش ميكانيزم يطرد بيه. طب يبقى من الاولى ما دخلوش بقى، لان هو لو دخل خطر، بيترسب في اكثر من عضو، تعمل لي كارثه. الهيموكروماتوزيس ده المرض اللي هو ما عندوش عكسه بقى، عكس الايرون. يعني هو الحديد اللي ينزل يمتص كل عمل مصيبه في الجسم. فالحديد النوع الاول اللي هو فرج بقى فرس، باخد منه 10%. لكن عندي حاجه اسمها هيم ايرون، هيم ايرون موجود يا اما في العضلات يا في الدم. طب الدم حرام شربه، يبقى انا معتمد تماما على اللحمه. ده الحديد اللي بيخش بسهوله. ليه؟ انا بضحك على الجسم، هو بياخد البروتين ومع الحديد. تمام. عشان كده احنا عندنا نقص حديد في الناس. يعني في واحد يهلك من الضحك والله، ولا زالت القصه ماشيه في مصر، سبانخ. والله العظيم سبانخ يا دكتور، ده اكبر. وبعدين بقى حضرتك بعرف ان اللي بيحكي في السبانخ ده، ما في طلعوا ناس يقول لك انا ايه بتكلم على التغذيه، معظمهم مش دكاتره فمش عارفين يا بيه والدكاتره. طبق السبانخ فيه حديد
يعمل مسمار وقفل. في كميه حديد غير عاديه. لكن من اوف ذيس ايرنز ابزورب لا يستفيد الجسم منه خالص. يبقى عندي الحديد، الحديد والحديد اللي ملزوق في بروتين. الجسم بيستفيد من الحديد اللي ملزوق في بروتين، وقل ياخد 10% فقط. يعني لو خدت كيلو باخد 10 من السبانخ. لكن لو واحد سأل سؤال احتياجاتي اليومية من حديد عالية ولا واطية؟ اقول لك واطية جدا. ليه؟ كل خلية ما هو الحديد عشان خلية الحمر. تمام. دخل في كذا صناعة بس الاساس خلية الحمر. خلية الحمر لما عمرها بينتهي بعد 120 يوم باخد حديدها اعمل خلية غير. كما قال الفنان منه فيه استك منه سعيد صالح. سعيد صالح الله يرحمه. قال لك استك منه فيه. انا منه فيه. انا باخد الحديد مني خلاص. طب اما اقول لك انا بنزف كل يوم 5 سم. هوبا عندي بواسير كل يوم بنزف 5 سم. لا يا 5 سم نزيف؟ اقول لك مش نزيف، بس قيمه ال 5 سم فيما يحتوي هذا الدم من الحديد بعد 2 3 شهر هيبقى عندي نقص عنيف في الحديد. فده قصة الحديد مهمة جدا جدا يعني. فالاحتياجات اليومية متوفرة، الامتصاص وحش جدا جدا، تحويل الفرك لفرس في المعدة قد لا يوجد. ليه؟ قد الحموضة ما كانتش موجودة، الحامض اللي في المعدة قليل، واحد نسفه بأدوية يتوقع هيجيله نقص حديد لانه ما عندوش فرس. كل اللي نازل فرك في الامعاء، والامعاء ما تاخدش فرك بتاتا باي حال من الاحوال. يبقى الاصل في الحديد هو الهيم ايرن، مش الايرن العادي الفرك او الفرس اللي احنا بنتكلم عليه. نقص الحديد طبعا هيؤثر تاثير مباشر على صناعه الكرات الحمراء، تطلع صننه وما فيهاش هيموجلوبين، اي مايكروسيتك هايبوكروبيك. تمام. يعني تحت الميكروسكوب تبقى صغيره وفتحش هيموجلوبين. الهيموجلوبين قليل، مين كورباسكول هيموجلوبين قليل جدا. ام سي اتش سي ده كلام كويس جدا جدا. نيجي بقى الحاجه نقولها عشان ما ننساهاش اولا ونخلص منها. نخلص منها تماما يعني. طب انا عندي حد كويس جدا بس مش عارف استخدمه، عندي انيميا ناقصه حديد والحديد عالي في الدم. تمام. مش قادر استخدمه. عندك في البيت مخزون رز كتير جدا مش عارف اسويه، هيفضل زي ما هو. سيدرو بلاستيك، انيميا سيدرو بلاستيك، واحد عنده حديد مش مشكله خالص، لكن مش قادر استخدم الحديد. فبيعمل ايه؟ يطلع مايكروسيتيك هايبوكرومك برضه، بس دي مش علاجها حديد. اللي يعالجه بالحديد ده يبقى غلطان غلط شديد جدا جدا يعني. اشهر سبب لنقص الحديد مش قله الاكل ولا قله اللحمه ولا قله الكبده، اشهر سبب هو النزف. والنزف من حتتين لثالث له معظمه يعني، اما الجهاز الهضمي واما الدوره الشهريه للست. عشان كده الدكتور اللي يجي له واحده ست هيموجلوبينها واطي ما يسالهاش الدوره بتقعد كام يوم يعدم. يعدم اول سؤال بنساله الهيموجلوبين 8 دوره كام يوم يا ستي؟ غالبا تقول لك 8 ايام 9 ايام متكرره. احنا بنسال تيجي مرتين. بنسال في كميه الدوره بعدد الفوط اللي الست بتغيرها، فتقول لك 10 في اليوم، معناها ان حاجه عنيفه. هو ده. التاني بقى بينزف في جهاز الهضمي من اول قرحه بتخر لدوالي مريء ما حدش داري بيها بتخر، لواحد بياخد اسبرين ومش داري ان هو بيخر. لذلك عندنا اختبار مهم جدا في البراز اسمه اوكلت بلاد فلسيول اللي هو الدم الخفي. الدم الخفي في البراز لو طلع ايجابي بنظهر من فوق ومن تحت على طول. على طول وانت مغمض. هذا هو نقص الحديد، هو فقدان الدم مش اكل خالص. وقلنا السبانخ فيها طبق بيعمل افلين ومسمارين، لكن نان اوف ذيس ايرن از ابزوربت لا يمتص الا منه 10% فلا قيمه له. تاكل جدار المعده ما يعملش اتروفيك طبعا. ما هي في بقى حاجه جميله جدا، المعده بتحافظ على الدم بحاجتين، بتطلع الانترنسك فاكتور اللي يخلي بي 12 يمتص
وبتحول الفرك لفرس. اه فاللي شال معدته ده غلبان ممكن يبقى عنده المشكلتين في وقت واحد اللي هي دايفورك. فعنده المشكلتين اللي هو مشكله نقص الحديد، ما عندوش الحامض اللي بيحلول الفرك لفرس، وما عندوش الانترنسك فاكتور اللي هو العامل المهم جدا لامتصاص فيتامين ب 12. فبتبقى عنده مشكله كبيره جدا. احنا فاكر مره جبنا سؤال كده بس كان غلس يعني، ذا رول اوف ذا ستومك ان هيماتولوجيكال بيكتشر، دور المعده في صوره الدم. عشان يقول الاثنين دول البي 12 ب 12 والحديد. عشان المعدة بتطلع انترنسك فاكتور، عامل داخلي ده مهم لامتصاص البي 12، وهي نفسها بتحرق بتحول. هنخلي بي 12 حلقة مستقلة لان هي برضو انيميا مهمة جدا، انيميا وليها تأثير على النيورو على كمان. الاعصاب سب اكيوت كومبايند ديجنريشن ده ممكن يتشل. ما هو سب اكيوت كومبايند ديجنريشن ده الاسباب. الانكليستوما برضو، الانكليستوما ابتدت تختفي ايمن خالص خالص، موجودة في الكتب بس، كتب بس يعني نادرا لما نلاقي حتى فلاح جايب انكليستوما دلوقتي وكده. وبس الانكليستوما طبعا مهم. الدوده بتاخد نص سنتي في اليوم. الدوده بتاخد نص سنتي دم في اليوم. لو انا بتدلع عندي 100 دوده يعني 50 سنتي كل يوم يا خبر، بفقده 50 سنتي على مدى. وبعدين ايه؟ مش داري لانها نزلت فيري جراديوال، فما عنديش اعراض خالص. البلابر فينسون تايم، كلامر فينسون احد انواع الانيميا، مع مشاكل في الحلق، قد يجيله مشاكل اكبر يعني مش عايزين كانسر، خوف الناس كانسر. سندروم. سندروم يا اخوانا يعني متلازمه. متلازمه يعني مثلا اربع او خمس حاجات سوا بنشوفهم كتير في عيانين ومش عارفين لهم سبب. يوم ما نعرف السبب نحوله من سندروم لديزيز، لمرض. زي كوشنج. كان كوشنج سندروم. تخين وعنده خطوط حمراء في بطنه وضغطه عالي وعنده سكر ورجليه رفيعه وايديه رفيعه، فسميناه كوشنج سندروم. بيتكرر منظر، بيتكرر لحد ما عرفنا ان كورتيزون عالي، بقى كوشنج ديزيز، بقى مرض بقى. طيب المطلوب مننا احنا نعمل انفستيجيشن طبعا. طبعا اهم حاجه للدكتور الصغير اللي طالع ان ما تبقاش سيدروبلاستيك. واهم حاجه انه ما يكونش ثلاسيميا، ان الثلاسيميا مايكروسيتيك هايبوكروميك والسيدروبلاستيك مايكروسيتيك هايبوكروميك خلايا صغيره وفاتحه، فدي بتلخبط الناس كلها. استبعد لي دول واتكلم. طب نبحث ايه؟ شوف البراز، دم خفيف البراز، بيض الانكلوستوم، تمام، ست عندها ورم ليفي في الرحم. على فكره دي بقى الكيس المنتشر دلوقتي، اورام ليفيه موجوده وانيمي، والست تعبانه فتيجي على طول مش قادره تشتغل. ده طبعا من الحاجات المهمه جدا يعني. انما في حالات لما الواحد يغلب او ياخد بذل نخاعض عشان حتى يشخص سيدروبلاستيك انيميا، لانه هيلاقي الحديد مترسب فيه. فده دي بتهمني ليه؟ لان الحالات كلها دي مش مشخصه، كله قاعد ياخد حديد، واخد بالك؟ اي دكتور بيلاقي انيميا بيدي حديد وهو مغمض. يمتاز المريض الانيميا ان العد الابيض طبيعي. ده مهم جدا يعني. وانس اول ما الواحد شاف انيميا يبص الاثنين، صفائح دمويه وعد ابيض. عاده الاثنين طبيعيين عاده، لانه ما هوش مشكله في نخاع العظم. ولكن عيان النقص الصفائح بينزف يا ايمن، فممكن يبقى عنده انيميا. عشان كده الكروشيال هنا العد الابيض مش الصفائح. لان ممكن جدا واحد عنده نقص صفائح وقاعد ينزف ينزف ينزف، هيجيله انيميا 100% 100%. وانيميا نقص حديد لانه نزيف مستمر ومتكرر ومزمن. فده مهم قوي. لما اجي اعالج الحته دي انا بقى من زمان قوي كتب ملخبطه فيها، ادي الاير اورال ولا اديله سبيتر بارنترال؟ ادي احسن من الحقن بس بشرط يبقى رقم يخضك يعني. يعني انا ما الاقيش واحد الهيموجلوبين 7 جرام وابتدي اديله بلبع له قرص، مش هيجيب نتيجه. وخاصه ان احنا عارفين امتصاص الحديد من ارذل الامتصاصات، ارذل ماده في الامتصاص هو الحديد. لعين، بس سبحان الله لعين لصالح. لانه لو دخل تبقى كارثه. هنتكلم على الهيموكروماتوز، هو عشان الناس تبقى عارفاه، فده كارثه.
فبالبق ده 7 جرام 8 جرام او هو تعبان او كده نديله وريد او عضل وده سهل جدا مفيش اي مشاكل خالص. امتى تديله نقل دم بقى؟ نقل دم لو مهدد حياته، مثال دوالي مريء ونزفت وابتدى الهيموجلوبين يقع، مش هفكر بقى ده حديد ولا لا ده هايبوفوليمي، ده دم نقص هعوضه بدم. انما القاعده العامه يا ايمن ان الانيميا لا تعالج بالدم الا في حالات خاصه جدا زي الهيمولس، واحد كسر، واحد طفله كل فول وكان طلع ان عنده فافيزم اللي قلناها الحلقه اللي فاتت وكسر، طب ما هو لازم ياخد دم لانه مهدده حياته. استخدام الدم عندما يكون انت حاسس ان في مشكله كبيره يعني. اها. واحنا رايحين في حاجتين النهارده لازم ناخدهم في الحسميات. حاجتين. الحاجه الاولى طبعا مبروك تعيين حضرتك في اللجنه، في انا بنسى دايما اسامي اللجان. هي لجنه تبع مجلس لجنه قطاع. لا لجنه القطاع. تبع المجلس الاعلى. المجلس الاعلى للجامعات. دي حاجة طبعا شرف كبير اعتز بيه، ويعني اختياري من قبل معالي الوزير مع ناس كلهم اسامي ما شاء الله. انا بقول دي مكافأة نهاية الخدمة يعني، خلاص الواحد ايه بيلم ورقه. لا ربنا يديك. احنا طبعا الشباب دول حاجة مهمة جدا، لكن برضو العقول اللي انت قلت الاسامي دي عقول تعرف تحط سياسة التعليم، خاصة ان احنا مش عاجبنا، احنا مش عاجبنا النظام التعليم الطبي في مصر. يعني اول حاجة حنادي بيها معرفش حضرب الرصاص، تحديد اعداد الطلبة في كليات الطب. ده لازم، ده مهم جدا. مهم جدا ازاي تعلم 1500 واحد، ازاي تعلمهم على عيان. فتحديد اعداد الطلبة مهم جدا، والتوسع في كليات الطب. اعمل 100 كلية طب يا اخي، بس خد في كل كلية 150 200 100 زي بره يعني. طب انا هقول لك، انا كنت في فرنسا مره حلو. وبعدين استاذه كانت لطيفه جدا جدا، ست يعني عالمه كبيره جدا يعني، بتقول احنا بكره هناخد طلبه كليه الطب وهنروح مستشفى تاني غير انا كنت في ادوار اريو في اليوم. فقال لي هنروح، انا قلت بقى اتوبيس او اتوبيسين عشان نفطر، ولا هنروح الاتوبيس هيجي فين؟ يعني اخدهم في عربيتي. خضيت كده وقلت له عربيتك والباقي؟ قلت له هم خمسه طلبه. تخيل والله العظيم. قالت لي دول خمسه ثلاثه هي عربيه فان. فان. هيقعدوا فيها وحضرتك هتيجي معانا يعني. انا جالي ذهول. فاعداد الطلبه وبعدين يعني طبعا عايز يتعلم يعني حرام علينا. الامتحانات الشفوي يعني ايه دور بقى يعني اكيد برضو من الحاجات اللي هت بص يا ايمن، امتحان الشفوي ساعات يبقى وبال على الطالب. يعني انا مش عارف، هل دول شخصين، واحد جاي بمزاج وواحد جاي بمزاج، ده جايز مزاجه وحش وده جايز مزاجه وحش، وجايز الاثنين مزاجهم وحش. يعني واحد جاي مثلا عمل حادثه بالعربيه الصبح، ده وارد جدا. ما نامش طول الليل، قام عنده دور انفلونزا، كل ده وارد، ضغطه عالي. فالشفوي طبعا بيتقلص جدا جدا، درجه الشفوي بتقلص. وبس انا ليا ملاحظه بقولها للاساتذه، بقولها للاساتذه بسني، محدش يزعل مني. معظم الاساتذه بتسال في الشفوي عشان تعرف الطالب مش عارف ايه. مع ان العكس تماما اللي اتعلمناه بره. انك تساله تعرف عارف ايه، انما مجرد ما يكون عارف حاجه طب غير قول لحد ما يقع الطالب في حاجه مش عارفه تروح ماسكه. فهذا طبعا ظلم. شفوي طبعا لازم درجته تتقلص جدا جدا يعني حاجه، وهو ده الطب بيعمله دلوقتي، بيقل خلاص. بس ما اقدرش الغيه بتاتا. ليه؟ انا بامتحنه على حاله. طب ما ده شفوي. اقول لك طب يكتب الحاله ويمشي؟ ما ينفعش، ما ينفعش. فلازم اساله واجيب بكل حاجه. بس انا بقول للاساتذه زمايلنا، اعرف الطالب عارف ايه،
مش الطالب مش عارف ايه. انت نورتنا النهارده واسعدتنا. الله يحفظك. وتعبناك وارهقناك. لا لا خالص. يعني بتمتعنا في احنا في عندنا مواضيع مهمه قوي الفتره الجايه، عايز اقول للناس يعني يستعدوا، لان احنا هناخد موسوعه السكر كلها دايبيتس، هنتكلم على الهايبرتنشن ان ديتيلز، هناخده في موسوعه. انا في رايي احنا لازم ناخد الهايبرتنشن كديتيلز. طبعا احنا عندنا في بعض انواع الانيميا لسه بقى زي بي 12 او بي 12 الحلقه الجايه. يعني بي 12 دي مهمه قوي، لان بي 12 ده مهم جدا. وفي ناس برضو كتير والمره نفوت على الفيتامين دي يعني. حاضر. يعني هل هو اصل الفيتامين دي لخبط، هل هو اكذوبه ولا حقيقه؟ لا شكل طبعا. استاذنا وقيم العلم الكبير استاذ الاساتذه الذي علمنا ويعلمنا الكثير استاذ دكتور حسام وافي، كان في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. التعامل مع الاساتذه اللاصقه في مصر عامل زي بالظبط اللعب بالقنبله الموقوته. احنا دلوقتي بقينا مش مجرد عايزين نعالج عيوب الابصار، لا ده كمان في تشوهات انت اوريدي مولود بيها وخلاص ما عندكش مشكله معاها، بنحاول نحسن الصوره كمان اكتر من كده. ناس كتير بيجي يقول لك انا عايز اعمل ليزك عشان النظر بيضعف كل شويه. ما هو لو النظر بيضعف كل شويه المفروض ما نعملش ليزك. احنا دايما بنحكم على نتيجه العمليه، يعني ممكن تمتد من 3 أسابيع لشهرين بعد العمليه. هنا نقف شويه صغيرين، لان هو في ناس كتير فاكره ان هنا 3 أسابيع النظر هيقعد يتحسن فيها، يعني هقعد في البيت 3 أسابيع مش هشتغل، 3 أسابيع مش هتفرج على التلفزيون، 3 أسابيع مش هستحمى، 3 أسابيع لا، انت هتعيش حياتك ابتداء من تاني يوم مباشره طبيعي جدا. الحاجه الوحيده اللي ممنوع ما تدعكش ايديك في عينيك.